وادي يا جماعه الملايين اللي بتايد الرئيس اهو قدامكم اهم، ملايين ملايين يعني مش ممكن، يعني اعداد رهيبه زي ما انتم شايفين بتايد الرئيس، واعداد رهيبه رهيبه يعني. اديره مصطفى محمود اهو لو انتم شايفين عشان ما ابقاش بضحك عليكم، اعداد مهوله وملايين الملايين زي ما انتم شايفين. كل دول عاوزين يرجعوا شفيق والرئيس وابن الدوله وحاجات تانية كتير طبعا مزعلهم، عشان كل الحاجات دي طبعا مزعلهم. بص كميه رهيبه زي ما انتم شايفين، لا 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 خبر ابيض، لا خبر أبيض. تحرير مين يا عم؟ تحرير مين؟ ولا الصين حتى يا خبر ابيض، لا 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 مش ممكن، احنا ظلمناهم على فكره. بص بص اهو مصر في مصطفى محمود مش التحرير على فكره، لا الاعداد دي كبيره، الاعداد دي كبيره جدا. بص 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 يا جماعه الناس قاعده ازاي، يا خبر ابيض يا خبر ابيض، لا مش ممكن يا جدعان مش ممكن، انا مش مصدق نفسي، انا مش مصدق، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. الشعب يريد اخلاق مصطفى محمود، مش معقوله يا جماعه، مش هينفع كده. لا 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 ان احنا بنشوفه ده حاجه عمرها ما حصلت في الدنيا كلها، ان احنا شفناه ده حاجه مش هتتكرر في اي حته تانية. بص يا جماعه يعني دلوقتي احنا هنعدي وهنشوف نظره من حطارة اكتر من كده. بص اديكم شايفين دلوقتي الاعداد المهوله، لا 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 مش ممكن فعلا مش ممكن. ادي واحده من بتوع ليبيا، المهم ما علينا، اتنين تانيين من ليبيا تقريبا جايبين دول برضو عشان يقتلوا في الناس الظاهر، ما علينا. هو بص بص الى الاغلبيه الصامته انقذوا مصر انتم الامل الاخير، فهم دول تقريبا الاغلبيه اللي فاضله، هم دول الاغلبيه بالنسبه لهم تقريبا. فانقذوا مصر انتم الامل الاخير. واخدين بالك يا جماعه كميه رهيبه 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 بصراحه، انا مش مصدق انا مش مصدق. العالم دي كلها عاوزه شفيق، ما ترجعوا شفيق يا جماعه، الناس دي هتتضايق، ال 30 واحد دول هيزعلوا بجد لو ما رجعتوش شفيق. يعني ما تجيبوا لهم شفيق في مصطفى محمود، مش معقوله كده، مش معقوله. خليه يمسك المسجد ولا حاجه يصلي بيهم صلاه الجنازه ولا حاجه على بالظبط، ويجيب لهم كنتاكي ولا حاجه طبعا هم متضايقين كده. لا يا جماعه مش هينفع مش هينفع بجد، يعني ربنا يكون في عوننا والله، لو هم دول فعلا الاعداد اللي بيمثلوا مصر اللي عاوزين احمد شفيق، يعني كان الله في عوننا جميعا. بص هم دول اللي عاوزين احمد شفيق بقى، ربنا يهدي الجميع ان شاء الله. بص مصر مش التحرير، مصر اكبر بكتير. اه طبعا مصر مصطفى محمود مش التحرير. مصر مصطفى محمود مش التحرير، مين قال لكم ان مصر التحرير؟ مصر مصطفى محمود طبعا، انتوا بتهرجوا ولا ايه؟ الراجل طلع من تربته ودعا عليكم، والله حرام عليكم بجد اللي بتاع ما انتوا فيه، يعني شوهتوا اسم حسب الله ونعم.